الناس بتقول ربما بده تقارير، التقارير تنجم تكون ملتيبل، ولكن ثم تقارير مفصلية، وأنا في تقديري صعيب برشا باش يزوروا، وأنا أحترم الانستيتيوشن، أحترم رئيس الكاف وكل مكتب تنفيذي والإدارة نتاعه. لا قدر الله، لا قدر الله صار التزوير باش يكونوا بوكو سيربريز، ورانا كي ندخل في ملف ماناش حتى احنا تونس راه. مانيش باش نحكي على اشخاص ومش باش نقول جامعه، حتى احنا تونس. هو تقارير سي وديع سبقنا شويه، تقارير شكون يعمل؟ فما حكم المباراة يعمل تقرير اللي هو النيميريك اللي تبعث مستا. والانسبكتور دي زاربيتر. باهي والكوميسار دي زاربيتر. والكورديناتور جينيرال والاوفيسيي دو سيكوريتي. باهي وثم المسؤول على الامن نتاع المباراة والمسؤول الامني نتاع الكاف اللي هو كان حاضر زاد في المباراة. والمراقب المباراة هو الموريتاني احمد يحيى اكولي اللي هو رئيس الجامعه بالله سي راسي ناكد على هذه خاطر تقال برشا راهو كلا قدر الله وانا نعرف اللي يتقال اللي يتقال انه ربما تبدل الرابور نتاعو ثم ناس قاعده تترجم مالوريزمون ساعات تترجم بالغلط لادانه وديع جري ولا لاساءه علاقته مع سي كاف ولو غالطين في مش علينا فيه راهو كان ثم تقارير تبدد وخاصه التقارير المفصليه راهو باش يكون ثم مفاجات الكاف لا تحمدوا عقباها ومانيش نتكلم من هو وماش قاعد نقول كلام هكاك باش نخوف نو راني نعرفهم يسمعوا فيا توا انا نحترمهم وما نتصورش انهم يبدلوا تقارير اما ثم باش يكون واضح ثم ثلاثه او اربعه تقارير مفصليه كانت تبدل رانا باش نواجهوهم باش يكون الامر خطير يتعدى الرياضه الجمارات لا